كتير اعرف قوي الساليزون حاجات. ده معمول ازاي؟ نبتدي نعرف بس مقاديره كده معاكي. الساليزون دوت 3 كوبايات دقيق، تمام، كوباية نص كوباية كوباية زيت، وكوباية الا ربع الكوباية مية، تمام، ومعلقة خميرة، ايوه ده و خميرة فورية، و4 معالق كريمة طيب كبار. المقادير على الشاشة يا جماعة اهي، ولو انتوا حابين بصوا هنقولهم تاني. 3 كوبايات دقيق، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، ملح، 4 معلقة كبيرة كريمر. كريمر هو اللي بيبيض اللبن، اللي هو اللي لو انتم عارفينه يعني، اللي هو بس نوع صيامي، عشان اللي بيبيض في انواع القهوة او اللبن. وانواع صيامي. 3/4 كوباية مية دافية، ده عشان الخميرة طبعا. المية ممكن تزيد شوية على حسب نوع الدقيق. تمام. معلقة خل، معلقة كبيرة خل. بتحشيه بقى ايه؟ تونة، بطاطس، معمولة طبعا بتعجنهم مع بعض، ويبقى بصل بودرة. انا عايزه اقول العجينه الاول بتتعمل ازاي. هناخد الدقيق، تمام، هنخلطه بالخميره وبالكريمر وبمعلقه السكر وبرشه الملح، كل دول هنخلطهم مع بعض. بعد كده نضيف نص كوبايه الزيت ونقلب كويس لغايه ما يعني كل عجينة. انا بقى ممكن بالايد عادي زي يعني، ده شغال وده شغال عادي، تمام. وبعد كده بعد ما يتغلف خالص بالزيت بنحط الميه ومعاها معلقه خل. الخل حلو مع العجينه دي، بيخليها بيضه وبيخليها هشه كمان، وتبقى يعني عامل زي المحسن. الخل عامه بستخدمه في الكيك وفي المعجنات كلها. تمام. بعد كده بنخلط الميه بمعلقه الخل دي، وبنعجن العجينه مش كتير، لغايه ما تبقى عجينه مش طريه قوي، بتبقى يعني زي عجينه البيتزا تقريبا. زي عجينه البيتزا. وبتخمر، بتسيبيها ترتاح شويه ساعه. بتخمر ساعه. وبعد كده بنفردها بنشابه. بنشابه، بسمك مش كتير، علشان احنا مش محتاجين ان الساليزون يبقى ليه سمك. طب ممكن كتير. نشوف كده القطعات بتاع الساليزون اللي هي استخدمتها هنا، عشان برضو هنشوف القطعات. طبعا احنا مش هنعمله طبعا قدامكم، بس احنا ايه حابه توريكم القطعات شكلها ايه. احنا ممكن نعمله بحجم، ثبتي ايدك بس زي ما انتي، بالحجم ده، ايوه، او بالحجم ده صغير شويه، او هنا بنفرده كده الكورنيه اللي هو القمع او الكورن، وبن بن بن بنقطع شرايط ونلفه، وبنلفه من تحت هنا لغايه مثلا النص، لان هي لو طويله قوي ما بتبقاش شيك يعني. بس وبعد كده بندخله بالكورنيه دي في الفرن، ولما بتطلع بتتشال بسهوله منه، وبعد كده بيتحشي. طيب احنا ده بيتحشي جواه وده من فوقيه. نشوف كده الجاهز عشان بس برضو نبقى متخيلين الشكل ايه. انا هرجع تاني للساليزون سريعا، وتقولي لي الحشوه بقى بتتعمل ازاي. احنا قلنا العجينه، الحشوه بطاطس مسلوقه، أيوة. كويس. يعني هتتهري خالص، ومعاها تونه يعني علبه مسلوقه ولا حاجه خالص. طبعا ما ينفعش تحط لها اي حاجه، ممكن زيت، نقطه زيت البطاطس. ما احنا هنستخدم زيت التونه معاها. تمام، زيت التونه. البطاطس وهي بتتسلق لا مش ضروري نحط لها زيت، مش هتفرق يعني. هنستخدم مع يعني كل بطاطستين حجم متوسط كده، معاها علبه تونه يعني لو نص هتبقى بطاطسايه. طيب بصوا يا جماعه، معلش انا بدون كلامك، طريق الحشو موجود قدامنا على الشاشه اهو. حشو التونه عباره عن تونه وبطاطس، بصل بودره، عصير الليمون، مستردة، ملح، فلفل، بقدونس، خيار، كاتشب، مايونيز، جمبري. كل ده مش الشرط الحشو قد ما هو للجارنش كمان يعني. هي الحشو هي مجرد التونه على البطاطس مع الصوص اللي بيتعمل مثلا بالليمون والمستردة. لكن هي استخدمت جمبري مشوحاه، متشوح برضو، محطوط له شويه توابل، جمبري صغير، والطماطم او الخيار او البقدونس او اي حاجه وات ايفر، انها ممكن تبقى يعني تدي طعم او شكل كمان لشكل الساليزون.